وزي فرح. أنا فهمتكم، فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيدنا الحريات، فهمتكم، فهمتكم الكل. لكن الأحداث اللي جارية اليوم في بلادنا ماهيش متاعنا، والتخريب ماهوش من عادات التونسي، التونسي المتحضر، التونسي المتسامح، العنف ماهوش متاعنا ولا من سلوكنا. حبيت نكمل الديسكور هذا على خاطر باش تسمعوا لي العنف مش متاعنا، ولهذا مش في كل هذا مقطع من أي خطاب، من خطاب للرئيس السابق 2013 لا 2011 انا فهمتكم، فهمت الجميع، منين انسبيري، منين من جنرال دو كول، مش هذا السؤال. انا شكون كتب الخطاب لبن علي؟ ما توكا ما كانش ياسر ناجح، خاطر ما عملش وقتها اللي نحييوه زميلك عاصي، سامحني ما كنتش قاصده. انا سؤالي جنرال دو كول وقتاش قال الخطاب هذا؟ في الجزائر. أنا حرب الجزائر، ماهيش حرب الجزائر، 52 تقريب 58 في جوان 4 جوان 58 بعد لا كريز في ماي. ومش هذا السؤال، هذا هو كان السؤال. وقالها في الباركون تاع الغوفرنمون جينيرال قدام لافو. جو فوزي كومبري، فوالا لافو، جو فوزي كومبري، لا بلاس دو فوروم.